السلام عليكم. بهذا الفيديو حتكلم بخصوص الجزء الثاني من اكومان، لان وورنر براذر اعلنوا انه الجزء الثاني من اكومان راح ينزل ديسمبر 2022. الجزء الثاني من اكومان راح ينزل بنهاية سنة 2022، يعني تقريبا ممكن يصير يعني مسافه كلش طويله يعني. وانا عن نفسي طبعا كنت اريد هذا يعني هذا ب 2022، او كنت متمنى انه يكون الفيلم الجزء الثاني ينزل ب 2022. اول شيء ب 2020 مستحيل يقدرون، يعني اصلا ما عندهم وقت، يعني ب 2019 يعني بهاي السنه يعني يمكن يا دوب راح يكتبون السيناريو، فمستحيل انه بهاي السنه او بالسنه الجديده يبدون يصورون، ومونتاج ياخذ فتره طويله. ف 2020 شيء كلش صعب عليهم. اما 2021 فيقدرون يعني يقدرون يخلون الجزء الثاني اكومان ينزل بنهايه السنه، لان يعني هم عندهم بس فيلمين باتمان وسوسايد سكواد. يعني كان ممكن انه اكومان ينزل بنهايه 2021، بس هم اذكياء ما خلوه ينزل بنهايه 2021، لان الجزء الثاني والثالث من افاتار راح ينزل ب 2020 و2021. فبدل السنتين بال 2020 ما حاجه، 2021 صعب كلش انه اكومان ينافس افاتار. افاتار اعلى او اكثر فيلم ايرادات بالعالم، مليارين و700 ويمكن 50 مليون تقريبا، يعني ما حد قادر يوصل هيجي رقم، يعني ما حد مسوي مثل الفكره اللي سووها بافاتار. ف وورن براذر يكونون اغبياء كلش اذا نزلوا الجزء الثاني بنهايه 2021، يعني يكون ينافس افاتار. لا مستحيل، حتى اذا كان يعني ويا افاتار فمستحيل انه يوصل مليار، لان الجمهور مثلا يريدون يشوفون فكره مثل افاتار. فلو كان الجزء الثاني من افاتار نفس الفكره فشي طبيعي راح يكون رغبه الجمهور الافاتار الجزء الثاني. فهم اذكياء خلوا الجزء الثاني بنهايه 2022 او ديسمبر 2020. صح مسافه كلش طويله، يعني فيلم باتمان وسوبرمان من نزل ب 2016، طبعا نزل من فتره طويله، يعني هسه احنا مو 2019 بس نحسه فتره طويله، وبعدها ما صار 4 سنوات، حتى 3 سنوات ما صار له، يعني بالشهر الثالث يصير له 3 سنوات، لانه نزل بالشهر الثالث 2016، فبهاي السنه الشهر الثالث يصير 3 سنوات، يعني منا 4 سنين بين الجزء الاول والثاني، مسافه كلش طويله. وهذا يعني انه اول فيلم ب 2022 راح يكون اكومان، او مو اول فيلم، يعني لحد هسه مؤقتا اول فيلم راح ينزل ب 2022 هو اكومان، نفس 2018 بس فيلم واحد هم بنهايه السنه اللي هو اكومان. انا توقعي ب 2020 راح ينزل بلاك ادم، جرين لانترن، واكومان. ما اعرف اذا كان يمكن بلاك ادم ينزل بنهايه 2021 او لا، بس بخصوص فيلم فلاش ما حد يعرف عنه، يعني ما قالوا انه اكو شيء ضامين للجمهور، بس بعد يطول شيء يطول. فتوقعي انه 2020 بيها بلاك ادم، جرين لانترن، واكومان الجزء الثاني.